تتواصل الجهود المصرية في تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح البري. وشهد المعبر اليوم دخول عدد كبير من الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية والإغاثية، بالإضافة لاستقبال الجرحى والمصابين. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، استمرارا لمتابعة المجهودات المختلفة لإدخال المساعدات الإغاثية إلى الأشقاء في فلسطين عن طريق معبر رفح المصري، ومرورا بالطبع بمدينة العريش ومطار العريش. نتابع أيضا دخول هذه الشاحنات الإغاثية. عدد الشاحنات الذي يدخل تقريبا يوميا من معبر رفح المصري ما يقرب من 50 إلى 100 شاحنة تقريبا يدخلون إلى الأشقاء في فلسطين. بالطبع يتم توزيع هذه الشاحنات للدخول عبر عدد من المعابر، أهمهم بوابة معبر رفح المصرية، وأيضا بوابة معبر رفح المصرية التي لم تغلق أبوابها منذ اللحظة الأولى منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى الأشقاء في فلسطين. أيضا هناك معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة، معبر نتسانيا لدخول هذه المساعدات بعد أن يتم تفتيشها من قبل قوات الاحتلال، ويتم عرقلة دخول هذه المساعدات قبل دخولها إلى الأشقاء في فلسطين. طبعا نتحدث عن مجهودات كبيرة من الجانب المصري لزيادة عدد الشاحنات التي تدخل عبر بوابة معبر رفح المصرية، خصوصا مع استقبال عدد كبير من المساعدات الإغاثية عبر مطار العريش الدولي من أكثر من 29 دولة و14 منظمة. نتحدث أيضا عن خروج عدد كبير من المصابين الذين يتلقوا العلاج في المستشفيات المصرية المختلفة، تحديدا في العريش وبئر العبد، وأيضا عدد من المستشفيات التي حددتها وزارة الصحة في القاهرة وغيرها من المحافظات. نتحدث أيضا عن أنباء طبعا مجهودات مصرية أيضا كبيرة، ويعني لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار باستضافة الأطراف المختلفة داخل الأراضي المصرية. هذه المجهودات ما زالت مستمرة بالتعاون مع الأمم المتحدة وأيضا دول عربية أخرى لإدخال المساعدات ولوقف دائم لإطلاق النار. نتحدث عن بالطبع يعني احتمالية لزيادة عدد الشاحنات تدخل عبر البوابات المصرية لأكثر من 300 إلى 400 شاحنة يوميا بناء على المجهودات المصرية المختلفة. والآن هنا من مدينة العريش ننقل لكم الصورة، وعودة إليكم مرة أخرى في الاستوديو.